ما قال ابو محمد المديونيه عليك واجده، نبغى نسمع صوتك وناخذ علومك بعد يا ابو سيف. علومنا طيبه ولله الحمد. الله يطيب ايامك. ولا شفناكم وسمعنا حكيكم درينا عنكم فرحنا، واحنا اسفين حقيقه على الاطاله معكم ذيك الايام ما جينا، لان احنا مشغولين. غيبه انتوا ادرى بالشغل ما يحتاج. معذور يا ابو سيف، جالكم سالمين. لكن الواحد مثل ما قلت سالمين ده حضر مي. مثل ما قال ابو محمد اسلم، الجار يتفقد جاره. سلام يا سلام. وبعض الناس حياء ما عندها شيء، لكن لا كلمت واحد من الحريم ولا شيء قالت بخير، عندنا خير عندنا خير، ولا هي بقايله. تمام. ان ما عندي شيء، لكن بالحقيقه لو دخلت البيت لمست الشيء اللي ما تكلمه هي، ولا هي بطقه على الباب وقايله لك عطنا. صح. بعض الناس عندهم حياء واستحياء، ولا ترى انها تطق الباب على واحده تقول لها اعطيني. صحيح. لكن لو زاروها، لو عملوا مجموعه من الحريم في كل حي من الاحياء وعملوا جوله تفقديه على الحي، يشوفون هالاوادم اللي ما يجونهم عيالهم، واللي ما يمرونهم اخوانهم، واللي ما حد يجيهم، واللي ما حد مريتوا عليه وعملتوا لهم بيانات ورقه وبيان قمتوا عليهم جزاكم الله خير. كل الاوادم والرجال كذلك، الرجال كذلك، ناس يفقدون المسجد ما حد يجيهم فيمر عليه، يمكننا تعبان. وفعلا في ناس لقيناهم ميتين في بيوتهم ما حد مرهم. مروهم، مروا قصراكم، مروا جيرانكم كائن من يكون. بالعكس، واحد من الناس تمشى في احد الدول، ويوم انه تمشى مروا على ملجأ، مكان يقعدون فيه الشيبان وجلسون فيه، تكلمت المسؤولة حقتهم قال ودنا نزورهم، قالت هذيل أجانب يعني مو منكم يا عرب، قال ودنا نزورهم. زاروهم وسولفوا معهم وطيبوا خاطرهم، في ناس جابوهم أهلهم ولا مروهم. يوم طلع عقب ما انتهت الزيارة وزعوا لهم على المقصوب، طلعوا وهم طالعين سكتهم رعاية المحل اللي هي المسؤول المدير، قالت انتم تزورون عيالكم واهلكم، قال عيالنا واهلنا في بيوتنا. يا سلام يا سلام. والحرمه الكبيره نقدرها ونقعدها عندنا في البيت ونعين من الله خير ونطيب خاطرها ونزين لها ونغسلها وكل شيء نسويه، والرجال الشايب نقوم به ونقعد به، وعيالنا يزورونا وعيالنا يجونا وعيالنا يمرونا، ويا مشويله والله قامت تصيح لا اله الا الله. قالت انا عندي ولد كان يجيني في عيد الميلاد يجيب لي ورده ويقعد معي اقل من ربع ساعه ويمشي، كل سنه يجيني، هالحين 5 سنين ما جاني. لا اله. قالت شلون ادخل في الدين؟ الله اكبر الله اكبر. دينكم شلون ادخل فيه؟ قالت تغسلين وتشهدين ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله، حالا ما طلعوا منها الا هي مسلمه. الله اكبر الله اكبر. معاهم واحد من حقين المكتب الملك فهد، سبحان الله، سلموها اياه، قال هذه مسلمه توكل على خذها وياك. فالواحد احنا لنا ميزان ولنا مكان وسفراء في الدول اللي طلعنا من دولتنا، كل واحد منا سفير لدولته. لجينا شفنا الناس ومرينا عليهم وعطيناهم فكره كامله، فما بالك بالحي لو اهتميت به واهتمت
الأمور ذي، الشيخ اهتم بالمصلين والحريم، اهتموا بالحريم اللي يمهم واللي حواليهم، والرجال بعد زاروا وعملوا جولة وزاروا الناس لغاية المطلوب. هذا اللي ودي إني أقوله بعد قبل. الله يسعدك. الله يسعدك ويوفقك أبو سيف. إحنا فعلًا في حاجة لتفقد مثل هذه الأمور. أول شيء